أهلاً وسهلاً جميعاً إلى مغامرات غيدة بالمطبخ. اليوم حفرجيكم شو باكل وقت ما يكون ما الجليدة أعمل شي. وقت أكون جوعانة وما عبالي أطبخ، أول شي بفكر فيه هو الحمص. أنا دايماً عندي حمص جاهز ومتلج بالفريزر، لأني بفضل طعمة الحمص المسلوق بالبيت على الحمص المعلب. أكيد فيكم تستعملوا الحمص المعلب بهيدي الوصفة، بس الحمص المسلوق بالبيت أطيب بكتير. إذا كان عندكم حمص جاهز فيكم تقفوا هذا المقطع لتوصلوا للوصفة، بس إذا عبالكم تتعلموا تسلقوا حمص وتتلجوه، أول شي نقعوه بمي مع معلقة صغيرة بيكنج سودا لتاني يوم. بعدين بطنجرة كبيرة أو برستو حنغلي الحمص ونشيل الرغوة يلي على الوجه. بعدين حنغطيها ونخليها تغلي على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة أو لتستوي الحبة وتنمعس بهيدي السهولة. هلأ بتجيبوا الحمص وما في عيارات، بس حطوا قد ما بدكن وحنهرسهم شوي بالشوكة. بالنسبة للخضرة أنا دايما بستعمل الفضلات أو شو ما كان موجود عندي. كان اليوم عندي فجل وبقدونس وبصل أخضر وبندورة، ففرمتهم صغير وكبيتهم فوق الحمص وخلطتهم منيح. زدتلها كمان معلقة طحينة وعصرة حامض وملح وبهار وشوية حر وزبطتها على ذوقي. فيكن انتو كمان تضبطوها على ذوقكن وتحطوا لها الخلطة اللي بتعجبكن والخضرة الموجودة عندكن. آخر شي حمصت خبزة ساوردو وزينتن لكم إياها بالفجل والنعنع. هالقد ساندويشة هيني وبتغذي وبتتحضر بعشر دقايق، طبعا إذا كان الحمص موجود. كتير وصفة هيني وطيبة، بتمنى تجربوها وأكيد صحتين. إذا انبسطتوا بهيدا الفيديو فيكن تشجعوني وتلحقوا القناة، وأنا بشوفكن مرة جاية. هيدي شو أول شي؟ ساندويشة بحمص. بس حمص؟ وبندورة؟ لا قصص. أوكي. قصص مكتوبة بالكابشن. أوكي. طيبة. يي. يا دلي. طيبة هالساندويش. لا مين الشيف؟ مين الشيف؟ تعالوا جربوها هون. فرانشمون. جادور. لا شابو. شكرا. Thanks.